بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. دائما قصص عايشتها أتتبع بها الصيرورة الكرونولوجية لحياتي والآثار التي تترتبت عنها، وهي إن شاء الله محطات لا أنساها. وبعد أن تحدثت عن بعض القصص الواقعية التي عشتها في الإدارة المغربية وكونت حولها فكرة ثم استشرفت بها مستقبل البلد في ظل إدارة وجدت على ذلك الطراز والذي استمر عياذا بالله منحناه في الهبوط إلى أسفل، فأنتم لا تستغربون إذا وصلنا عياذا بالله بعد أكثر من 67 سنة بعد الاستقلال إلى الحالة التي آلينا إليها. ديون كثيرة، شباب فقد الأمل في البلاد، شباب يغامر بحياته بالآلاف، يقذف بدنه في الماء دون أن يتحسب لخطورة ما يقدم عليه ولا للعواقب المدمرة النفسية عليه وعلى عائلته، ولا لصورة المغرب التي اهتزت عند كل الدول من خلال تلك الصور التي تظهر حقيقة مرة نريد في كثير من الأحيان أن نخفيها. حينما انتهيت إن شاء الله في 25/10/1985 من عملي في وزارة الداخلية فيما يسمى بالخدمة المدنية، جاءني قائد تلك الملحقة الإدارية ثم استشارني في مسألة ما إذا كنت أرغب أن أبقى إن شاء الله موظفا في الداخلية، فقلت له طبعا لا يمكن أن أظل حبيسا في هذه الإدارة، ولا يمكن أن أقضي عمري كله في إدارة أستشعر كأنني لا أنفع الناس وكأن كل ما قرأته لم ينفعني، ولذلك سأبحث إن شاء الله في أرض الله الواسعة عن شيء أستطيع بإذن الله أن أستثمره لخدمة بلدي وخدمة ديني، أكون فيه حرا طليقا، أستطيع إن شاء الله تبارك وتعالى وبتوفيق الله أن أقدم شيئا لآخرتي، فأنا محتاج أن أقدم عملاً ألقى به الله تبارك وتعالى. نعم، حصلت بإذن الله تعالى على شهادة استيفاء السنتين الواجب قضاؤهما كخدمة مدنية، حصلت عليها بالرباط وجعلتها وثيقة أعزز بها ملفي. وهناك كنت قد حصلت على جواز السفر في سنة 80/900 وكان الجواز يخول لي حينها أن أخرج إلى أي أرض بدون تأشيرة، وكان بالإمكان أن أذهب إلى أوروبا وأن أتابع دراستي هناك، أو أن أقوم إن شاء الله تبارك وتعالى بأي عمل دعوي هناك، خاصة وكنت متحرق ومتشوق لكي أدعو إلى الله تعالى في أي مكان، وأسألت الله أن يجعلني بوقا للحق وبوقا للدعوة إلى الله حتى ألقى الله، وأن يوصل الله هذا الصوت إلى كل أرض وكل شجر وكل بناء من مدر ووبر بإذن الله، وأسأل الله تعالى أن يحقق ذلك حتى أعذر بين يدي الله تعالى. فاخترت إن شاء الله أن أخرج من هذا البلد، لكن تنازعني جهتان، إما أن أذهب إلى أوروبا والباب مفتوح، وإما أن أذهب إلى بلد عربي غني لعلي أضع خبرتي إن شاء الله في الاقتصاد عند تلك البنوك. فكان دائما يغمرني إحساس أنه وجب علي أن أستثمر هذه المعلومات لتدعيم مشروع مالي إسلامي، فقد سمعت أن هنالك في المشرق بنوك إسلامية فتحت،
فكنت أظن أن تلك البلدان سترحب بي إذا أخذت هذه الشواهد، يمكن أن أستثمرها وأن تكون وسيلة أتوظف إن شاء الله تعالى وأعمل بها في حقل المالية الإسلامية. فاخترت بإذن الله أن أخرج إلى ليبيا، إلى أرض كان يحكمها القذافي، كانت أرض زاخرة بالبترول وبالخيرات في الثمانينات. ومنها بإذن الله كنت أنوي أن أستمر في رحلتي إلى الجزيرة العربية، إلى الكويت، إلى البحرين، إلى الإمارات، إلى بعض تلك الدول، إلى بلاد الحرمين، لعلي بإذن الله أكون قريبا من مسجد رسول الله وبيت الله الحرام، وهنالك أجمع بين الأمرين معا. فقررت بإذن الله أن أترك البلد وأخرج في أول زيارة وأول سفر إلى ليبيا وليس إلى أوروبا. الله! قد يتساءل بعضكم كما تساءل البعض قبلكم، لماذا تركت أوروبا وفيها المستقبل وفيها العمل وفيها الدعوة وذهبت بإذن الله إلى الدول العربية؟ أجيبك ولا أترك حائرا. هذا السؤال سألنيه كثير من إخواني والغيورين ممن كانوا يوجهونني ويرشدونني ويلحون علي أن أذهب إلى أوروبا، فأوروبا بلد فيها الحرية ويمكنك أن تدعو إلى الله ويمكنك أن تستمر في تحصيل وفي الدراسة لتحصل على الشواهد العليا. فقلت لهم جوابا طبقته إلى الآن، قلت لهم: لن أخرج إلى أرض غير أرض المسلمين قبل أن أزور بيت الله. الله! قلت لهم: أستحي من الله أن أخرج إلى أرض غير أرض المسلمين قبل أن يكون خروج الأول إلى بيت الله الحرام لتأدية ركن الحج أو العمرة وزيارة مسجد رسول الله. الله! الله! فقررت إذن أن أذهب إلى تلك الأرض، وسمعت عن الكتاب الأخضر، وسمعت على أن تلك البلد ما شجعني للخروج إليها وجعلها محطة انتقال إلى الجزيرة، أن تلك الأرض ليس فيها خمرة، وأنها أرض إن شاء الله تبارك وتعالى فيها دين، هكذا كنت أسمع، وفيها مساجد، وفيها كنت أسمع عن الكتاب الأخضر، وأسمع عن كثير مما يقال عن الزعيم الأوحد في البلاد. قلت: لا علي، أذهب إلى هناك، فقصار ما في الأمر أن هناك مسلمين يتحدثون بالعربية، وستكون ليبيا هي محطة فقط للانتقال إلى تلك الأرض الأخرى. فودعت أهلي وذهبت إلى مدينة فاس، من مطار فاس سايس، فطارت بنا الطائرة في ذلك اليوم إلى مطار طرابلس. وإليكم قصتي في المطار. ففي المطار ظهرت صورة الحقيقة، وظهر ما كان مخفيا عني. ليس هنالك إعلام يعطي الحقائق. فنزلنا من الطائرة وأنا مبتهج مسرور، وقد وصلت الطائرة بسلام وحطت بسلام في أرض إسلامية، فنحن مسلمون ندور ونجول في أراضي المسلمين، لا فرق بين هذا وذاك. فذهب بنا مباشرة إلى قاعة في المطار، فأمرنا بالجلوس هنالك والانتظار قبل أن نخضع للإجراءات المرور التي تقوم بها المؤسسات المسؤولة. فجلست وقلت: لعلها ستكون إن شاء الله برهة قصيرة، وأنا ذاك سنتقدم لدخول مدينة طرابلس. لكن رأيت أمرا عجبا،
أمرا غريبا. الأوروبيون تنزل بهم الطائرات ويدخلون من باب آخر غير الباب الذي دخلنا منه، ويستقبلون بحفاوة ولا يخضعون لأي تفتيش، ويذهبون لقضاء مآربهم ولا يعترض طريقهم أحد، طائرة وراء طائرة. ونحن المغاربة المسلمون في أرضنا نجلس ساعة ساعتان، عياء شامل، جوع، عطش، ليس لنا من نخاطبه ولا من يخاطبنا. هذا الواقع الأليم لبلاد المسلمين عشته واقعا. قصتي مع المطار، قصتي مع المطار، بل هنالك قيل لي ممن يأتي من أرض فلسطين المحتلة: وطالما سمعت نعيقا وزهيقا وعن تريات تتحدث عن أولئك الذين أخذوا أرضنا، وإذا بالطائرات، نسأل الله العفو والعافية، لا أعرف من تحمل، تدخل من أبواب وتذهب لا يعترض سبيل أحد. ونحن المسلمون في بلد مسلم، ما هذا الذي نعاني منه؟ فظللنا ساعات من العصر فغربت الشمس، فاضطررت لكي أؤدي صلاة الظهر والعصر جالسا على الكرسي جمع تقديم، أو لجمع قصر وتقديم أو تأخير. فظللنا هناك حتى أسدل الليل بظلامه الدامس، فظللنا إلى أن تم أذان العشاء من قبل صلاة العصر بعد الزوال إلى العشاء. من يخاطبك؟ لا أحد يخاطبك. فاضطررت أن أصلي المغرب والعشاء جالسا هناك. من نكلم؟ من يسمعك؟ من ينظر إليك؟ والأفواج فوج بعد فوج يمر، حتى الأفواج التي تأتي من البلاد العربية غير موجودة. فلم نكن إلا نحن جئنا من المغرب. الله أكبر. والأخطر من ذلك أن بعض إخواننا من ليبيا في ذلك الزمان غفر الله لهم يدورون بيننا بين الصفوف، ونحن نجلس على كراسي منهك القوى. أخذ منا التعب مأخذا كبيرا، وبلغ منا الجهد مبلغا عظيما. فيسأل الرجل: هل تستطيع أن تعمل عندي في مزرعتي؟ قال: ما الذي أقوم به؟ قال: أن تقوم بتربية الدواجن. هل تستطيع أن تعمل عندي في مزرعتي للرعي؟ الله أكبر. مساومة في المطار بهذه الطريقة. ولا أكتمكم سرا أن قلبي قد اغترق، قد امتلأ غيظا. هكذا ترى في أخيك؟ والأكثر من ذلك لا أريد أن أقوله، هنالك من يتجرأ على أن يضع يده على المواطن المغربي ليرى هل باستطاعته وأن يكون قادر على تحمل مشق العمل عنده. هل هؤلاء مهاجرون ومسافرون، أم أنهم خرجوا لكي يستعبدوا وهم يفرون والعياذ بالله من كل من يريد أن يتسلط عليهم؟ أرض الله واسعة، أرض الله واسعة. ورأيت كيف تكون المساومة، وكنت أبتسم ابتسامة المغضب المستهزئ على واقع المسلمين، وقلت: والله إن الحالة التي آلت إليها أمة رسول الله لا تبشر بالخير. لم نكن نسمع عن هذا أبدا. أول خروج من بلدي وجدت أمورا عجيبة عجيبة. متى سمح لنا مغادرة القاعة لكي نخضع إن شاء الله للتفتيش؟ هذا ما سأسرده عليكم في القصة التي عايشتها
في اللقاء القادم. ماذا أردت أن أقول لكم إن شاء الله تعالى قصتي مع مطار طرابلس؟ ما الذي أردت أن أقوله؟ أولا، كل تلك الشعارات التي كانت ترفع، الموت لأمريكا، كنا نرى أن غير المسلمين مرحب بهم، يدخلون متى شاءوا، لا يعرقل مسيرهم أحد. ثانيا، يعيشون إن شاء الله وفق تعاقد، تعطى فيه الحقوق لهم، يتصرفون كأن ليبيا هي أرضهم. ثالثا، هم المتصرفون في خيرات البلاد كلها، البترول وغيره. هذه الثالثة. الرابعة، المسلمون في المطار، العنوان الذي تقرأه مباشرة من خلال معاناتنا عند الدخول هو أننا ليس مرحبا بنا. الخامس، أن طريقة تعامل أولئك مع إخواننا حينما كانوا يجثون ويتمسحون بأيديهم على أجسادهم ويساومونهم ما إن كانوا يستطيعون العمل في مزارعهم، هذا سوء خلق وسوء تعامل مع أخيك. أين حق أخيك عليك؟ المسألة السادسة، هذه الساعات الطوال التي عشناها هناك، لا غذاء، لا ماء، لا صلاة، فين؟ في أرض كنت أتمنى أن أجد فيها إن شاء الله حرية الدعوة، وأن تشكل لي بإذن الله تعالى موطن عبور للأرض الأخرى. والحمد لله الذي توقفت هناك، ولو أستمر في رحلتي إلى بلدان أخرى. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.